بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السؤال يخطر على بال البعض: من خلق الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن هذا السؤال خطأ منطقي. من غير المنطقي أن نطرح هذا السؤال، لأننا إذا قلنا إن لكل مخلوق خالق فمن الخطأ أن نسأل من خلق الخالق، لأننا إذا قلنا من الذي خلق الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أن الله مخلوق ونفينا عنه صفة الخالق، وبالتالي هناك منطق خاطئ في طرح السؤال. الآن أيها الأحبة، لماذا صمم الله دماغنا لتعمل بهذه الطريقة؟ هذه الأدمغة تعمل بطريقة أنك لا تتقبل وجود أي شيء إلا أن يكون له صانع. يعني أنا لدي جهاز موبايل، أنا لا أستطيع أن أتقبل أن هذا وجد بالمصادفة، ينبغي أن يكون له صانع. كذلك شيء آخر أيها الأحبة، الشجرة التي نراها، هذه الشجرة كانت بذرة، من الذي خلق هذه البذرة الخلية الأولى؟ من الذي أوجدها؟ لابد أن هناك صانع. ثم إن هذه البذرة نزل عليها ماء وأخذت عناصر مغذية من التراب، هذا الماء كيف نزل وفق دورة محكمة، هي دورة الماء. كيف ينزل الماء كل عام أيها الأحبة؟ ينزل وفق دورة فيها قوانين دقيقة جدا. من الذي يشرف على هذه القوانين؟ لابد من وجود منظم عليم حكيم. كذلك أيها الأحبة، هذه البذرة التي خرجت وشكلت لنا شجرة، يا هل ترى كيف علمت هذه البذرة؟ تعلمت كيف تعلمت صناعة الأوراق، أو علمت أنه في توقيت معين ينبغي أن تتفتح الأزهار، في توقيت معين ينبغي أن تتشكل الثمرة. ثم إن شجرة التفاح لا تعطي مثلا برتقال، شجرة النخيل لا تعطي عنب، هناك نظام، إذن لابد أن يكون هناك من يشرف على هذا النظام تماما، مثل برنامج الكمبيوتر. يعني أنا لدي في الكمبيوتر، نظام الكمبيوتر، لدي برنامج تشغيل اسمه ويندوز مثلا، هذا البرنامج يقوم بأعمال محددة، يشغل برامج محددة، يعطي أداء محدد. طيب هذا البرنامج هناك من وضعه، وهناك من أشرف عليه، وهناك من صممه، وإلا لا يمكن أن أتقبل أنا كإنسان أن هذا الكمبيوتر يعمل بالمصادفة. وبالتالي أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى وضع في دماغ كل منا نظاما يثير لديه تساؤلات: من صنع هذه النخلة؟ من صنع هذا العمود؟ من صنع هذه السيارة؟ هذه التساؤلات ستجعلك في رحلة من التساؤلات لتصل إلى الله عن طريق العقل. الإنسان حتى لو وضعنا إنسان عزلناه في غابة من دون أي مؤثرات ومن دون أن يأتيه أي شيء أو أي مصدر معلومات خارجي، سوف نجد بعد فترة أنه سيصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى، ويوقن أن الله عز وجل هو خالق كل شيء باستخدام عقله فقط، لأن هذا العقل مبرمج على هذه التساؤلات. الآن أنا لدي دراسة في جامعة أكسفورد، يعني نريد أن نتحدث قليلا بلغة العلم، لأننا اليوم نعيش في عصر العلم، والحقائق العلمية هي أفضل وسيلة لإقناع غير المؤمنين أو لإقناع الملحدين أو المشككين. أكسفورد اكتشفت شيئا مهما في الإنسان، في نظام عمل الإنسان، في دماغ الإنسان. تقول بعد دراسات طويلة إن الإنسان بفطرته وبشكل طبيعي وبتصميمه يميل إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر، هكذا عنوان المقالة حرفيا على موقع جامعة أكسفورد. وهناك أيضا أبحاث أخرى قامت بها جامعات شهيرة مثل هارفارد وغيرها، تؤكد أن الإنسان مبرمج على الإيمان بالله، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى موجود حتى في الشريط الوراثي الـDNA. كيف علموا ذلك أيها الأحبة؟ علموا ذلك من خلال أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، عندما يخضعون إنسانا لاختبارات علمية بهدف اكتشاف دماغ الإنسان كيف يعمل. كيف يعمل دماغك أيها الإنسان؟ اكتشف يقينا أن هذا الدماغ مبرمج على الصدق. إن أحد العلماء عندما درسوا الدماغ وقالوا بالحرف الواحد إن النظام الافتراضي للدماغ هو الصدق،
كيف اكتشف ذلك؟ قال إن الدماغ يكون في أفضل حالاته عندما تكون صادقا. الكذب يتطلب طاقة أعلى بكثير من الصدق، ونحن نعلم أن المخلوقات كلها تميل لأن تستهلك الحد الأدنى من الطاقة، مثل الطيور. الطيور تحلق بطريقة معينة بحيث أنها تستهلك الحد الأدنى من الطاقة. هناك آلية لتوفير الطاقة موجودة في المخلوقات، كذلك في الدماغ. الدماغ يميل لتوفير أكبر كمية من الطاقة، والتوفير الأكبر للدماغ يكون متى؟ أثناء الصدق. عندما تكون صادقا لا يكاد دماغك يصرف أي طاقة تذكر. عندما تكذب تشكل ضغط على الدماغ وإجهاد كبير، وبالتالي يتطلب طاقة أكبر. فخرج هذا العالم بنتيجة، قال إن النظام الافتراضي للدماغ هو الصدق. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الصدق يعني الفطرة. شيء ثاني أيها الأحبة، نحن في عالم الأطفال هناك دراسات علمية وجدت أن الطفل منذ 3 أشهر يميز بين الخير والشر وبين العدل والظلم، ويتفاعل مع الظلم بشدة منذ 3 أشهر وربما أقل. ماذا يعني ذلك أيها الأحبة؟ إنه يعني أن المفاهيم المتعلقة بالعدل وبالظلم لم توضع عبثا، ولم تأتي نتيجة تطور مزعوم كما يدعي أصحاب نظرية التطور، إنما العدل والظلم مفاهيم موجودة في داخل الإنسان، والإنسان مبرمج على العدل، مما يدل على أن هناك قوة عليا برمجت هذا الإنسان وفق نظام محدد. هذه القوة العليا هي قدرة الله عز وجل. إذن أيها الأحبة، لو أخذنا نظام عمل الإنسان عندما برمج دماغه على التساؤلات، من خلق فلان؟ من صنع هذه الشجرة؟ من صنع هذا الجهاز؟ من خلق كذا؟ وبالتالي تصل إلى أن هذا الكون كله مبرمج على نظام واحد، مما يدل على وجود منظم واحد. لأن العملية لو تمت عن طريق المصادفة لرأينا مئات الأنظمة في الكون. كل الأحياء على الكوكب، كل المخلوقات لها نظام موحد، هو نظام العمل بالخلايا، ونظام الخلايا واحد. كل أنظمة الخلايا الموجودة في أجسام المخلوقات هي ذاتها. حتى آلية عمل الكون في المجرات، في النجوم، في الشمس، في القمر، في الأرض، النظام ذاته، العناصر الكيميائية ذاتها. هذا يدل أيها الأحبة دائما على وحدة الخلق، وحدة الصانع، يعني هناك صانع واحد فقط وليس أكثر. إذن أيها الأحبة، عندما نطرح سؤال نقول من خلق الله، هذا يعني أننا خالفنا المنطق مباشرة. عندما نقول من خلق الله، معنى ذلك أننا نزعنا صفة الخالق عن الله، اعتبرنا أن الله مخلوق، وهذا لا يجوز. وبما أن الله سبحانه وتعالى برمج عقولنا لنصل إلى حقيقة واحدة أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، فلا بد أن هذا العقل إذا استخدمناه بطريقة سليمة وطريقة منطقية أن نصل إلى حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.